قال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا فيليب لازاريني، قال إن منشآت أونروا في غزة تعرضت للاعتداء 250 مرة. وشدد لازاريني على استمرار دعم الوكالة لقطاع غزة، لافتا إلى أن ما يعيشه أهالي القطاع من جوع وندرة مستلزمات الحياة غير مسبوق. وأكد لازاريني ضرورة احترام وتطبيق القانون الدولي الإنساني لكل شخص حول العالم بمن فيهم الفلسطينيون، مشيرا إلى أن أهالي القطاع يضطرون لإيقاف شاحنات المساعدات التابعة للوكالة في غزة لأخذ المساعدات الغذائية بسبب الجوع المتفشي.